الفنانة السورية جيهان عبد العظيم اعتزلت الفن، تعرف على السبب وشاهد زوجها ومعلومات عنها. أهلا بكم. فاجأت الممثلة السورية جيهان عبد العظيم الجمهور بالإعلان عن اعتزالها الفن نهائيا. وتمنت جيهان من متابعيها الدعاء لها بأن تعيش في حياتها الخاصة بسلام وأمان، وذلك بعد سنوات من غيابها عن الأعمال الدرامية عقب زواجها قبل سنوات. وشاركت السورية جيهان عبد العظيم متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام بصورة لها أرفقته بتدوينة إعلان اعتزالها. اعتزالها الذي قالت عنه بأنها اتخذته بعد تفكير طويل، وكتبت قائلة: أعلم أن الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر. وتابعت: ولم أكن أنوي أن أنقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، ولكن وبعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال، وهو قرار فردي نابع مني. وتابعت جيهان: ودعوني أعيش حياة الأسرية بسلام وأمان. وفي هذه الصورة مقارنة بين الفنانة جيهان عبد العظيم الآن وقبل 15 عام. كما وقالت الفنانة السورية بأنها لن تغلق حساباتها على السوشيال ميديا رغم خطوة اعتزالها، وذلك ليتمكن الجميع من متابعتها. وفور إعلانها الاعتزال طالبها الجمهور بالعودة عن قرارها، حيث نشرت جيهان عبد العظيم عبر ستوري انستغرام تعليقات الجمهور بهذا الخصوص، والتي عبروا فيها عن اشتياقهم لأدوارها ولفنها، فشكرتهم على محبتهم وأكدت بأنها لن تتراجع عن خطوتها. والفنانة جيهان عبد العظيم هادئة الطباع، لا تحب السهر والصخب، تفضل الحياة الهادئة والأشياء المفيدة. وقد اشتهرت بملامح وجهها الطفولي والجميل وقلبها الطيب والبسيط وإطلالاتها الناعمة. وقد عشقتها عدسات الكاميرا وحظيت بمودة الجمهور وتقديره، إذ أنها كانت من القليلات اللواتي حافظن على اختيار الأدوار البعيدة عن الابتذال أو المثيرة للجدل. وجيهان عبد العظيم عمرها 39 عام، حيث ولدت في حلب عام 81، وشاركت في بدايتها في لوحات استعراضية للرقص الشعبي في مهرجان الأغنية السورية، ثم شاركت في ما يقارب 60 مسلسلا سوريا، وأول أعمالها كان مسلسل الجذور لا تموت عام 93، من ثم شاركت في مسلسل القصاص عام 96. وفي عام 96 أيضا تابعت مشوارها الفني في كل من تل الرماد، أيام الغضب، والمحكوم. ومن أهم أعمالها الدرامية خان الحرير وعودة غوار وتلك الأيام وسيرة آل الجلالي وقوس قزح وورود في تربة مالحة وأنا وعمتي أمينة وخط النهاية. كما وقدمت مسلسلات ذكريات الزمن القادم وأشواك ناعمة وغزلان في غابة الذئاب وندى الأيام وممرات ضيقة والهاربة ويوم ممطر آخر وبيت جدي. وللفنانة جيهان عبد العظيم تجربتان في الدراما المصرية عبر مسلسلي قلوب الذي قدمته في عام 2014 وزواج بالإكراه الذي قدمته عام 2015. وفي هذه الصورة الفنانة جيهان عبد العظيم مع زوجها.
وعن حالتها الاجتماعية، فجيهان عبد العظيم كانت قد تزوجت عام 2016 من الكاتب والصحفي المصري إياد إبراهيم، ورفضت إقامة حفل زفاف لها بسبب حزنها على أوضاع بلدها سوريا. ثم أعلنت جيهان عن طلاقها عام 2019 في تدوينة عبر حسابها على الفيسبوك، لتتراجع وتقول بأنها كانت لحظة طيش، معلنة تصالحها مع زوجها وعودة الأمور إلى مجاريها. وإضافة إلى التمثيل، فلجيهان عبد العظيم تجربة في تقديم برامج المسابقات في التلفزيون السوري عام 2009. كما أن لها تجربة في التقديم الإذاعي في برنامج وتوتة، وهو برنامج فني ناقد جريء مع إذاعة سوريا الغد عام 2010. وفي حادثة غريبة حصلت للفنانة جيهان عبد العظيم، فخلال عام 2014 دقائق قليلة فصلت جيهان عبد العظيم عن الموت، إذ سقطت قذيفة صاروخية في حي الصالحية في دمشق. وهو المكان نفسه الذي كانت تتجول فيه جيهان لتتفاجأ بالخبر عند وصولها إلى منزلها. كما وكانت قد كشفت جيهان عبد العظيم في مقابلة صحفية عن هواياتها، فقالت: أحاول أحيانا كسر الروتين والابتعاد عن أضواء الدراما من خلال العزف على البيانو. وتابعت: لأني أهوى هذه الآلة البيانو منذ صغري، وخضعت لدروس عدة خلال مراهقتي وأكملتها بدورات العام الماضي، فالموسيقى تجري في عروقي لأنها تغسل الروح وتغذيها. وتابعت: لكنني تعلمت الموسيقى بهدف عزفها بين الأهل والأصدقاء وليس لامتهانها.